بولس ده مذكور بالقرآن له أصابع، معناته له أصابع. وإذا ما مذكور ما له أصابع؟ إذن القرآن ما في إنه الله عنده أصابع، الله عنده أصابع ولا لا؟ ما في، إذا بالقرآن مو مذكور معناته هذا كذب على الله. الله أكبر، يعني هذا ابن عثيمين إيش قد كذاب، ابن تيمية إيش قد ذول. الله أكبر، لله يدرك يا معاوية، لله يدرك. إذا ما موجود بالقرآن يعني علماء، أعطيني مجال، خل أكلم الناس، خل أكلم الناس. يعني معناها إنه ابن عثيمين كذاب، وابن تيمية كذاب، والبخاري كذاب، وما أعرف منه كذاب، كلهم. شفتوا يا أخوان، هذه الفطرة السليمة جعلت الرجل ينطق بالحق، جعلت الرجل ينطق يقول لك إذا ما موجود بالقرآن فما في أصابع. أشكرك أخونا معاوية، هذه فطرتك السليمة هي اللي